دابا ان شاء الله الناس غادي تنزل باش تشارك معكم واحد الحرشه في الفران كتجي زوينه وبحال هكا ما عندكش الوقت باش باقي مقابلها في 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 هذا في المقله فوق البوطه ديريها في الفران. ففي المقادير ان شاء الله غادي نحتاجو، انا عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه، السميده الرقيقه اللي كتذوب على الحرشه راه معروفه. عندي هنا جوج كيسان ديال الحليب، حليب بارد، وعندي واحد الخماره، وهنا كما كتشوفوا عندي انا عندي هادو الماس فيهم العسل، العسل الحره كما شفتوا. الا كاين ما عندكمش العسل، الا عندكم العسل غير عادي ديروا معلقه، ما عندكمش ديروا سنيده، عوضوا بسنيده بحال بحال الدور ديالو غير باش يعطينا داك اللون محمر. عندي مليحه، وعندي هنا واحد المعلقه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، اولا ذوبوها شويه باش دغيا تدخل لكم في ديك السميده ديالكم. هنا عندي واحد جوج معالق ديال الفورس كما شفتوا، جوج معالق ديال الفورس، وعندي مليحه، وعندي هنايا كاس ما عمرش ديال الزيت. صافي وغادي ندوز ان شاء الله دابا باش نخدموا الحريشه ديالنا، وغادي نبداو ان شاء الله بالطريقه. فكما قلت لكم داك نص كيلو ديال السميده زدت عليه جوج معالق ديال الدقيق وزدت عليه خماره، وهنايا كما كتشوفوا غادي نزيد شويه ديال الملحه، وغادي نخلط داك النواشف مزيان كلهم حتى يتخلطوا كاملين. وهنا غادي نزيد داك العسل، كما قلت لكم انا هنا عندي العسل الحر، الا عندكم غير العسل العادي اللي كنديروا اللي كنصاوبوا في الدار ديروا منه معلقه، الا ما كاينش ممكن ديروا واحد المعلقه ولا معلقه ونص ديال السنيده. صافي كما قلت لكم زدت هنايا داك العسل وزدت الزبده وزدت حتى الزيت، وغادي نبسبس مزيان ديك الحرشه هانتوما كما شفتوا، نبسبسها حتى من التحت باش ما يبقاش عندي شي بلاصه ناشفه وبلاصه فيها الزيت. صافي وغادي نبدا كنزيد في الحليب على حسب عاوتاني السميده ديالكم. انا كما قلت لكم درت جوج كيسان ديال السميده ديال الحليب، وخا تبان لكم في الاول شويه كتجي شويه بحال غتبان لكم جاريه، ولكن راه انا غير خليتها مشيت دهنت ديك المقله وصافي جيت لقيتها نتوما كما كتشوفوا شربات، فما تخليوهاش قاصحه باش ما تجيكمش الحرشه ديالكم قاصحه. صافي الناس خلي قد ما جريتوها كتجي هشيشه. صافي انا درتها انا في المقله، دهنت المقله بشويه ديال الزبده والسميده، وجيت كنقادها مزيان هانتوما كما كتشوفوا، وكندير في السميده تما في ديك البواطه راه عندي السميده. انا خديت واحد المعلقه وغادي ندوز عليها من الجنب باش ما تجينيش مشققه من الجنب وتجي مقاده. صافي وغادي ندخلها للفران نشعليها من التحت حتى طيب ونشعليها من الفوق. وصافي البنات ملي طابت هانتوما كما كتشوفوا، انا عندي الفران ديال الغاز، هانتوما البنات كتجي محمره، وداك العسل اللي كديروا لها كيحمرها حتى من الداخل هانتوما البنات، يعني كتجي محمره مزيان. شعلت ليها من التحت كما قلت لكم حتى تحمرات، وعاود طفيت لتحت وشعلت لها الفوق حتى تحمرات من الفوق. صافي انا كما كتشوفوا كل واحد باش كيعجبو ياكل الحرشه، كل كيبغي ياكلها بفرماج، كل كيبغي ياكلها بزيت بلديه، كل واحد باش كيبغي ياكلها. وتما عمرت ليهم واحد البريرات ديال اتاي. صافي هذا هو الكوتي البنات ديال اليوم، فكل نهار رزقو، مره كيكه، مره مسمن، مره هكا حريشه، كاين شي مرات كنحطو غير الخبز وزويته، ومهم كل نهار كما تنقولوا ورزقو. صافي البنات بقاو تكملوا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، كنتمنى نتلاقاكم بخير وعلى خير، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال يا ربي. اليوم البنات كيما شفتوا بديت لكم الفيديو بالحريشه وبالكوتي اللي صاوبت، وغادي ندوز المهم ندوش بعدا على هادو نحيدهم عليا هنايا. هادو البنات هذوك الخنيشات اللي كان مهم اللي راه كل وحده اكيد غيكون عندها في دارها. راني نشارك معكم واحد الحيله باش ما بقاوش بحال هكا مشتتين وشادين لكم البلاصه. المهم كما شفتوا في العنوان غادي نجاوب واحد المتتبعه اللي اكيد غتكون متبعه وفيه مادام شافتني وكتبت لي كومونتير الاول وكتبت لي كومونتير الثاني، غادي نجاوبها. المهم بعدا شنو قالت لي؟ قالت لي تواضعي شويه بركه، قالت لي من التبوزيقه بحال هكا بهذا المصطلح هذا، قالت لي بركه عليك تواضعي شويه، هضري بحالك بحال الناس، ما كاينش حاجه كتعوجي ما كاين. تنقول لك اختي هو قسما بالله يا انا ما بيني وبين تباكك ما كنعرفش ليه، اول حاجه
واخا نبغي نديرو ما غيجيش معايا، وماشي من ماشي من الستيل ديالي انني نبغي نتبعكك ولا نبغي. انا كنهضر على الطبيعه، الناس اللي تبعيني راه عامين هادي وانا في اليوتيوب، راه انا هكا ما كنتبعكك ما حتى شي حاجه. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه. بغيت نجاوبها، بغيت نقول لها راه غير جاب لك الله وصافي. انا راه ما كنتبعكك، ما فيا شيكي، ما فيا بخ، وما عنديش علاش غادي ندير الشيكي، وما عنديش علاش غادي ندير بخ، وانا هكا دايره. الله يخلينا في صباغي. فهادشي اللي كاين كنقدم لك مره اخرى تحيه، كنقول لك شكرا بزاف حيت دخلتي وتفرجتي وخليتي، المهم خليتي الراي ديالك، غير انا ما بغيتكش تبقاي هز عليا هذيك النظره. حاولت انا نصحح عليك. رجعي الفيديوهات ديالي القدام وتفرجي، راه اكيد غادي تبدلي غادي تبدلي هذا النظره ديالك عليا. فالمهم فانا ماشي من العاده ديالي كاع كنجاوب على لي كومونتير، هادي راه زعما ما كيجيوش كاع دي كومونتير لي خايبين ولا شي حاجه، ولكن واخا كيجيوني بالمرات كيجيوني شي الناس الله يهديهم، والاراء كتحترم، واللي كيشوف ميمكنش انا نعجب كلشي. وعاد كاين الناس اللي كيبغوني، كيبغيو الفيديوهات ديالي، كيبغيو الطريقه ديالي باش كنشقى، باش كن الافكار اللي كنقدم بعض المرات. كاين الناس اللي ما كيبغيونيش، كنحترمهم مادام كيتفرجوا فيا بواحد الاحترام وصافي، كيحطوا ديك ديسلايك ديالهم وتيخرجوا. فهذاك الراي ديالهم وكنحترمهم كما قلت لكم. فهاد الشيء اللي كاين البنات دابا غادي ندوز باش غادي نشارك معكم هاد الخميشات هادو اللي ديما مبسطينا وديما وكنحتاجوهم ملي كنبغيو نخرجوا برا هكا كنحتاجوهم. غادي ملي كيكون عندك بحال هكا بزاف غادي نديرو ليهم واحد الحيله، غيولوا عندك غير واحد شويه. صافي البنات، ومن بعد غندوز نشارك معكم واحد الطاكوس، طاكوس منزلي كيجي فن، كيجي زوين، العجينه ديالو كتذوب في الفم، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي مجربه. فبقاو معنا تمشيو فين حتى تكمل الفيديو. السلام عليكم. ها نتوما البنات، هاد الطريقه زوينه وعمليه، كتوفر علينا يعني ما كنبقاوش نحتاجو شي مساحه اللي كبيره ولا شي حاجه فاش غنبقاو نحتفظو بهم. فهانتوما البنات كناخذوهم وكنسرحو بحال هكا دوك الخنيشات. انا خديت معكم الخناشي كبارين وحتى الصغارين باش نتعرفوا راه كلشي يعني كلشي غادي نطويهم ونقادوهم وغادي نديروهم غير في واحد فشي صويك صافي وتعلقيهم. هانتوما البنات كيما شفتوا يعني بحال طي ديال البريوات تماما، هكا نطلقوا يدينا في هاد الخنيشات هكا. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا ملي طويتهم كاملين كناخذ واحد الخنيشه وكنجمعهم هانتوما. فكنعرفوا بالمرات كتخرجي مزروبه وما كتلقيهمش في بلايص وحدين اخرين، ما كت وتقدري ديريهم في البسطام ديالك، في الصاك ديالك، وقت ما احتاجيتيهم يعني ديما وحده تكون عندك في الصاك ديالك. صافي هكا. بالنسبه لبنات الطاكوس ان شاء الله غادي نبداو بالعجينه، واحد العجينه كتجي زوينه بزاف بزاف. غادي نحتاجو، انا غادي نعبر معكم هنا كما كتشوفوا، هذا الكاس عندي بقياس كاس ديال العنبه، عندي الكاس الاول. المهم غادي ندير غادي ندير ربعه ديال الكيسان، انا برك قدامكم الكاس الثاني. الكاس الثالث، وغادي نزيد الكاس الرابع. المهم الدقيق البنات يكون الدقيق ديال اللي كتستعملوه في الحلويات ديالكم هكا باش تحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه. نحيد دابا هذا الكاس، البنات كما قلت لكم ربعه الكيسان ديال الفرص. غادي نزيد واحد معلقه، غادي نزيد جوج معلقات ديال السنيده، غادي نزيد واحد الخماره، نزيد خماره، غادي نزيد مليحه، وغادي نزيد هنا نص كاس ديال الزيت. ها هو البنات نص كاس ديال الزيت، صافي.
وغادي نبدا كنعجن بالحليب دافي. انا هنايا سخنت دفيت كاس ديال العنبه ديال الحليب، غادي نعجن به ونشوف هذيك الساعات الا خصني غادي نزيد. المهم حتى كنحصل على واحد العجين اللي تتكون مطاطيه، الا احتاجيت راه غادي نزيد. وغادي نبدا نعجن كما شفتوا البنات. انا هاد الربعة ديال الكيسان ديال الطحين اللي درت تقريبا واحد الدوليه واحد الكاس وربع، يعني كاس وربع ديال الحليب. في الاول درت معاكم كاس ومن بعد زدت واحد الربيع. صافي انتم البنات حيدتها من القصريه وحطيتها ودلكتها مزيان، يعني ضروري انكم تدلكوها. وغادي نقطعها ل 8 ديال الكويرات، يعني داك الشيء داك المقدار اللي درت معاكم خرج لي 8 ديال الكريات. صافي غادي نحتفظ بهم على جنب، غطيهم وخليهم. وغادي ندوز مباشره للحشو. بديت بالعجينه هي الاولى. بالنسبه للحشو انا غادي ندير هاد التاكوس هذا غادي نديرو بالدجاج. ممكن انكم ديروه باي حاجه كتفضلوها، ممكن انكم ديروه بالكفته، ممكن ديروه بالسوسيس، ممكن ديروه ميكس، يعني بشويه شويه شويه من الحاجه، يعني على حسب المتوفر. انا كان عندي صدر ديال الدجاجه خديته وقطعته طويل، يعني هذا هو الشكل المعتاد اللي كيكون في التاكوس، هو انكم تقطعوا هانتوما شتو تقطعوا بحال هذا الشكل هذا. صافي درتو هو وهذيك البصله تقريبا درت واحد جوج بصلات كبارين. صافي وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال الزيت، يعني في المرحله الاولى غير شويه ديال الزيت صافي، ونديرو فوق البوطه حتى يتشحر. ومن بعد غادي ندوز هنا كما شفتوا باش غادي نقطع الفلفله. انا عندي غير فلفله خضراء، كانوا عندي واحد جوج حبات في الثلاجه. صافي جبتهم وقطعتهم هكا كما كتشوفوا طوالين. ومن بعد ما تشحر عندي مزيان ديك البصله مع الدجاج زدت عليها داك الفلفله. الا عندكم فلفله الوان حتى هي كتجي زوينه. صافي غادي ندير واحد شويه ديال الحار غبره كيجي زوين. غادي ندير سكينجبير، غادي ندير واحد المعلقه ديال التحميره. صافي البنات وغادي نزيد مليحه وغادي نرجع نخلطو مزيان ونخليه يتشحر. كما كتشوفوا البنات هنايا هانتوما هاد الحشو هذا ضروري هانتوما تبقاو كتشحروا فيه تشحروا فيه حتى ما يبقى فيه لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني ضروري من هاد الخطوه هذه ان هاد الحشو يكون ناشف باش ما يفزكش لينا الخبز ديال الطاطوس. هنا البنات ضروري من شويه ديال الربيع كما كتشوفوا نخليته حتى لاخر اخر مرحله. صافي دابا الحشو ديالنا ها هو واجد، غادي نخلط هذا الربيع. صافي البنات غادي نخلي دابا هاد الحشو على جنب حتى يبرد وندوزو نديرو حاجه اخرى. هنا كما كتشوفوا خديت واحد جوج مطيشات عصرتهم مزيان، قسمتهم على جوج وعصرتها مزيان حتى حيدت لهم داك الماء. ضروري انكم تحيدوا لهم الماء، تحيدوا المطيشه الماء ديالها. صافي تقطعوها كما هاد الشكل هذا. وهنا دزت باش نصاوب الفريت. انا البنات هاد البطاطا عندي ماشي ديال الفريت، يعني كتقلى بحال كتحمر بزاف. داكشي علاش غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد طريقه كديروها للفريت ديالكم كتعطي واحد الفريت اللي زوينه بزاف بزاف. انا هنا كنقطعها في هذه الماكينه كما شفتوا، صراحه كتعطيني واحد الشكل اللي بحال ديال الفريت اللي كتكون هكا اللي كناخذو من برا. من بعد البنات كما كتشوفوا خديت الفريت قطعتها كما شفتوا معايا وغسلتها مزيان، يعني تغسلوها وتعاودوا تغسلوها حتى يتصفى داك الماء، ديك النشا كامله اللي فيها تحيد. صافي غادي ندوز دابا باش غادي نديرها فوق البوطه تغلى. نتوما الا عندكم الماء طايب يكون طايب مزيان طلق السبوله غادي ديروه في شي اناء بحال هكا وديروا فيه ديك البطاطا وتكبوا عليه الملحه والخل وتخليوها يعني تبقى حتى داك الماء يدفع عليها. صافي عاد تصفيها وتقليوها، حيت انا اي فوا كنشوف هكا بطاطا كنشك فيها بلي ماشي ديال الفريت كندير لها هاد الخطوه هذه باش ما تحرقش ليا في الزيت. فهادشي اللي كان انا دابا حيت درتها ودرت عليها الماء غنديرها فوق البوطه حتى تغلى، غير طلعها الفيضه، يعني ماشي نخليوها حتى تسلق وتهرس، غير طلعها الفيضه نطفي عليها نخوي عليها الملحه والخل ونخليها وندوز باش نقليها. بالنسبه للاصوص اولا المهم هاد التاكوس هذا اغلبيا كيخدموه بلاصوص الجيريان، اللي ما عندهاش صوص الجيريان بطبيعه الحال ماشي بالضروره كلشي يكون عندنا في الدار باش نديرو شي حاجه اللي كنتشهاها اولا كنبغيوها.
فغادي نديرو غادي نحاولوا ما امكن انا ندير واحد الصوص اللي قريبه لصوص الجيريان. غادي نديرو فيها هاد الصوص هادي كتكون من مايونيز، يعني مايونيز عادي حاطه معكم الطريقه شحال من مره، غادي نعاودها معكم ان شاء الله. كما قلت لكم غادي نعاود معكم الطريقه ديال 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 مايونيز. عاد غادي نديروا لي واحد الاضافات اللي خفيفه اللي غتعطينا واحد الصوص اللي زوينه ونقدروا نرافقوا بها التاكوس ديالنا. غادي نبداو بسم الله كما شفتوا في هاد المايونيز هذا غادي نحتاجوا واحد البيضه، غادي نديروا واحد البيضه في الخلاط، غادي نزيد عليها 4 ديال الدروس ديال الثومه. انا في يعني في المعتاد ما كنديرش الثومه، ولكن دابا غادي ندير الثومه فيه. غادي ندير واحد معلقه ديال الخل، وغادي نزيد مليحه، وغادي نزيد واحد الرشيشه ديال البزار، رشيشه ديال البزار، وغادي نبدا كندرب. غادي نحل هاد الفوق هذا كما شفتوا البنات، هذا غادي نحيدو، وغادي نبدا كندرب المايونيز ديالي، وهنا كنزيد الزيت من الفوق. انا غادي نحبس دابا على حساب الصوت، المهم وهانتوما معايا. صافي هنا نتوما كما كتشوفوا درت كلشي ديك المكونات وبديت كنضرب فيهم، وفي نفس الوقت رانا كنخوي الزيت من الفوق، يعني هذا الخلاط كدور وفي نفس الوقت انا كنخوي داك الكاس ديال الزيت حتى حتى كيختار عندي داك لا مايونيز. انتما غادي تشوفوا كيفاش كيولي القوام ديالو. صافي البنات انتما المايونيز ديالنا ها هو وجد كما كتشوفوا. دابا الاضافات اللي غادي نزيدو ان شاء الله هما هادو باش يعطينا واحد الصوص اللي زوينه وفي نفس الوقت بنينه واقتصاديه، كتطلع يعني رخيصه على الا بغينا نشريو دوك لي صوص الاخرين اللي كيداروا هكا في بحال هاد الاكلات هادو. فكما كتشوفوا البنات هنا غادي ندير واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، غادي نزيدها على داك المايونيز، وغادي نزيد واحد رشيشه ديال الحار اللي عنده الهريسه يديرها حتى هي كتجي زوينه. غادي نزيد هاد الرشيشه ديال الحار كما قلت لكم، وهنا كما كتشوفوا غادي نزيد واحد واحد العصيره ديال الحامض ماشي بزاف، واحد العظيم غير الشاء اصلا عندي هاد الحامض هذا شويه ما فيهش الماء. صافي وهنا كما كتشوفوا عندي البصله، البصله خديتها شلطتها مزيان، شلطوها تكون رقيقه. ها نتوما البنات غادي نزيد ديك البصله، وغادي نخلط هاد الصوص ديالي مزيان كما كتشوفوا، نخلطها مزيان. صراحه كتعطي واحد الصوص اللي بنينه واقتصاديه كما قلت لكم، وكتخرج واحد الكميه اللي كبيره. هانتوما شوفوا البنات انا داك الكميه اللي درت معكم عطاتني واحد البواطه اللي غنستعمل منها هاد يعني ماشي غير هاد المره. هانتوما البنات وكيجي خاطر داك الصوص داك المايونيز. عندي بزاف ديال الطرق ديال المايونيز بالحليب بالفرماج، حتى هذا الملفى كنزيد فيه البنات يعني المايونيز العادي كنزيد فيه فرماجه، الا زدتو فرماجه كتنقصو في الزيت، يعني قد ما درتو الفرماج قد ما كيختر ما كتحتاجوش بزاف ديال الزيت. صافي دابا لاصوص ديالي ها هي البنات واجده فواحد اللون اللي زوين. ومن بعد البنات كما شفتوا رانا بديت بهاد الخبز هو الاول، يعني اول حاجه كتبداو بها هو الخبز، كتخليه يرتاح ياخذ الوقت ديالو الكافي واحد ساعه ونص اولا يعني على حسب، وعاد وكتزيدوا كديروا الحشو وكل شيء عاد كترجعوا ليه، يعني هو كتبداو به وكتخليه وعاوتاني الطيب ديالو هو اخر حاجه. فهانتوما البنات صراحه هاد الخبز هذا كيجي زوين وكيجي ناجح، فهو السر ديالو هو في الطيب، يعني هاد الخبز ديال الطاكوس بحالو بحال البطبوط، يعني في الطياب ديالو تما في تما في كتكون في يعني تما هو اللي كيلعب واحد الدور كبير في النجاح ديالو. هانتوما البنات كما كتشوفوا كيفاش كتجي العجينه، هانتوما
كتقدروا قد ما كانت هكا مطلوقه ملي كطيبوا تسالوا ما كتهرس ما والو كتبقى نتوما شو شو كيفاش كتجي وحتى الحجم ديالها كبير تقدروا يعني ديروا واحد الطاكوس اللي كيكون كبير هانتوما البنات يعني كيجي بحال هكا شفتوا صافي دابا غادي نبدا كنطيب. فبالنسبه للطريقه ديال الطياب كما شفتوا انا درت واحد المقله كبيره وقلبتها يعني ضروري انكم تقلبوها باش كتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه. وكما قلت لكم راه سر النجاح ديال هذا الخبز هذا هو الطياب ديالو، راه الا خليتوه حتى نشف راه غير غتحطوه صافي وغادي يبدا يتهرس معاكم. فمن احسن ان البوطه تكون مجهده شويه، غير كيطيب دغيا كيتحمر من الجهه الاولى كتقلبوه الجهه الثانيه مباشره وكتحيدوه، يعني الطياب ديالو خصو يكون مسربي بزاف، ما تخليوش فوق البوطه. الا خليتوه انا كنأكد عليكم راه غادي يتهرس. وانا راه حاطه واحد الزويف اللي ساليتها كنحطها وكندير عليها الزيت باش هكا كيرجع ليه ديك السخونيه ديالو وكيبقى رطب. يعني ضروري تركزوا غير في هاد في هاد المرحله هادي ديال الطياب. انا انتم كما كتشوفوا راه عاودت معاكم شحال من وحده غير باش تشوفوا كيفاش درت ليه. انتم غير كنحط وكنقلب في البلاصه غير كيبداو دوك كيتنفخ شويه صافي ونقلب. هانتوما يعني راه هو غادي يكمل الطياب ديالو في الاله ديال البانيني. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا بالنسبه للخبز ها هو كيجي اكثر من رائع، ناجح 100%، يعني ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. هاي النتيجه قدامكم، يعني كل شيء جا قدامكم. كما قلت لكم هانتوما البنات، وحتى الحجم ديالو انا كما شفتو درتو كبير هكا باش كتلقاي يعني كتلقاي فين تخدمي الطاكوس ديالك. هانتوما البنات غير هو كما قلت لكم ما تجهدوش ليه العافيه، ما تنقصوش ليه عفوا، ما تجهدوش ليه العافيه بزاف باش ما يتحرقش معاكم، وما تنقصوش ليه العافيه باش ما يشربش. الا شرب صافي كله كيتهرس، اما الا كانت العافيه شويه زايده شويه ماشي مجهده بزاف طبيعه الحال راه هذه هي النتيجه. هانتوما ناجح 100%. صافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله هما كما كتشوفوا تما راه وجدت كلشي وندوزو باش نمونطيو الطاكوس ديالنا ونبداو بسم الله على بركه الله باش نصاوبوا الطاكوس ديالنا. كما شفتوا غادي نبدا غناخذ واحد الخبيزه من هذاك الخبز ديال الطاكوس صافي، وغادي ندهن بديك لاصوص اللي صوبنا حتى هي كتجي زوينه. غير الناس اللي ما كيبغيوش الثومه المذاق ديال الثومه فما كننصحكمش ديروها لحقاش كيجي المذاق ديال الثومه غالب شويه هنايا. الا ما كتبغيوش ما ديروش الثومه فاش تجيو تصاوبوا المايونيز ما ديروش فيه الثومه. صافي هنا درت واحد الكميه كنحاول اني نقسم ديك الكميه اللي عندي ديال داك الدجاج. هنا كما كتشوفوا راني درت ليهم الخص نيت، استغليت الفرصه باش ما يشوفوش ودرت فيه. الناس اللي ما تعجبهمش الخضره ما يديروش فيه الخضره، يديروا غير الدجاج والفروماج. انا كتعرفوا مع ضروري كالوليدات نستغلوا الفرصه فاش ندير لهم هاد الاكلات هادو وندخلوا لهم فيهم الخضره. تما درت البنات الفروماج ودرت فرماج حمر ودرت الفروماج ديال لي ساندويش. هنا كما كتشوفوا ديك الفريت هانتوما ملي كتهانتوما البطاطا البنات راه ماشي ديال الفريت، ولكن ملي كديروا لها ديك الخطوه اللي كنت شاركت معاكم راه كتجي زوينه بزاف بزاف، يعني كتجي مقرمله وما شربش الزيت نهائيا. صافي البنات هكا انا غنشارك معكم الطريقه باش كنجمع هاد الطاكوس. هانتوما البنات يعني كتبقاو تجمعوا، انا غادي نشارك معكم واحد المقطع من بعد غير باش نوريكم يعني بالتفصيل كيفاش تقادو باش ما يخرج لكم لا حشو ولا والو. وهكا كيعطينا داك الشكل اللي كنشوفو اولا اللي كنشريو ديال الطاكوس. فما فيها بس الانسان واخا يخرج هكا ياخذ بحال هاد الاكلات بطبيعه الحال تيكون عندهم واحد الطعم خاص ملي كناكلوهم من برا، ولكن الا جينا نشوفو في الدار راه كيطلعوا اقتصاديين بزاف بزاف، كنكونوا عارفين شنو فيهم ودايرينهم على يدينا وكدير فيهم داكشي اللي تتبغي وداكشي يعني
الحوايج اللي كتبغي اللي كتاكل يوم كله. بحال دابا انا هاد لي ساندويتش كاين اللي ما كياكلش الفرماج حمر ما درتوش، كاين اللي ما كياكلش هاد الفرماج ديال الساندويتش ما درتوش، يعني كتصاوبي داكشي على الذوق ديالك وعارفه الافراد الاسره ديالك شنو كياكلوا شنو ما تياكلوش. فهاد الشيء اللي كاين البنات. صافي انتما كما كتشوفوا انا غادي نعاود نسد بنفس الطريقه اللي سديت بها داك التاكوس الاول. صافي انا كنحاول واحد اليد كنشد بها والاخرى تنخدم بها. صافي غادي نبقى على هاد الطريقه تنكمل كل شيء. بالنسبه لاخر وحده البنات غادي نشاركها معكم ان شاء الله غير بشويه، ما غاديش نسرع الفيديو هكا باش كما تنقول ديما البنات اللي عاد دخلوا للكوزينه يزعموا وما يخافوش. دغيا الحاجه الانسان غير اللي دار فيها راسو راه اكيد واخا تكون صعيبه راه غيتعلم غيتعلم منها. صافي انا درت المراحل كاملين كما شفتوا. كنجيب هذا كنجيبو هنا هانتوما شفتوا، وتنجيب هذا هنا هانتوما البنات بحال هكا يعني سهل. حوليا قاد الكاميرا. صافي ملي كتجيبوا هذاك هنا وهذا هنا كتحاولوا انكم كتدخلوا هذا هنايا هانتوما شفتوا البنات. صافي وكتجيبي هذا هنا كتعاودي تدوري. هذه البنات غير هذاك الخس تقبات ليا شويه العجينه معليش. صافي كنجيب عاوتاني هذا هانتوما كندخل بصبعي هكا شفتوا، وكنجيب هذا هنايا. صافي البنات وها هو تاكوس واجد وبصحتكم وراحتكم. من بعد ما كملت داك الخبيزات اللي عندي كاملين هنا درت هاد الاله ديال بانيني سخنات مزيان كما شفتوا. صافي وغادي نحط فيها داك الطاكوس وغادي نخليه ياخذ الوقت ديالو حتى المهم راه غادي يبان لكم اللون ديالو تيتبدل العجينه كتبدا كتقرمل يعني راه باين ملي غادي يطيب. صافي البنات هنا ملي كملت كل شيء الطاكوس اللي عندي هانتوما البنات كما كتشوفوا صراحه حاجه بنين والعجينه البنات تيقوني راه كتجي شي حاجه اللي طوب كتجي زوينه يعني ما كتحسوش بديك العجينه نهائيا. صراحه رائعه رائعه رائع نصحكم بها ديروها. ماشي غير الطاكوس بزاف ممكن عده الاستعمالات انكم ديروها. صافي هنايا قدمتو مع شويه ديال لي فريت شويه ديال ديك لاصوص اللي صاوبت معاكم. فهاد الشيء اللي كاين البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم كنتمنى يلقاكم وانتوما كتفرجوا فيه تكونوا بخير وعلى خير فرحانين ناشطين انتوما وليداتكم ووالديكم معز عليكم يا ربي. يلا البنات بسلام عليكم الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.